السلام عليكم متتبعي قناة تي في اس تي في الفلاحية، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. اليوم غادي نهضروا على يعني الفيروسات اللي كتكون في الطماطم وجميع النباتات. اليوم غادي نهضروا وغادي نشرحوا الفيروس ديال السي ان في اللي هو فيروس دو موزايك دو كونكومبر. كيسميو هذا الفيروس دو موزايك دو كونكومبر حيت كيضرب الكونكومبر الخيار بزاف، اللي هو بالعربية فيروس فسفسة الخيار، فيروس دو موزايك دو كونكومبر. إذا هذا الفيروس موجود في جميع أنحاء العالم وكيضرب الطماطم وكيختلف من بلد إلى آخر، وهو يعني راه خطير، كيكون في مناطق ديال الإنتاج. يعني كيكون في المناخ البحر الأبيض المتوسط، توجد أيضا في المناخات الإستوائية على سبيل المثال إفريقيا، يعني بادي من إفريقيا وكان حتى في فرنسا وإسبانيا وأوروبا. هذا الفيروس راه بادي في جميع مناطق العالم وكينتشر على نطاق واسع، يعني هذا الفيروس ديال السي ان في هو من أكثر الفيروسات انتشارا في الكولتور ديال الطماطم، وكيضرب حتى يعني جميع النباتات الأخرى. وهو فيروس معروف بواسع الانتشار وشديد الانتشار، يعني كينتشر بزاف. يعني ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1916، وسموه الناس سي ان في، الوصف ديالو فيروس المضخم للخلايا الجنس، فيروس كوكوم اللي كيبان، يعني فيروس كوكوم اللي كيبان في هذا الشكل، فيروس كوكوم. هذو هما الخلايا ديال الفيروس ان في. يعني تم تمييز العديد من سلالات الفيروس المضخم للخلايا، يعني كيدخم الخلايا ديال النباتات اللي كتصاب بهم. شوف الأعراض الرئيسية للفيروس، كيسبب العديد من الأعراض في الطماطم حيث تتأثر يعني بشكل خاص بمرحلة تطور النبات وكذلك الظروف المناخية. يعني بالأعراض ديالو تبقع، يعني كتكون ديال خاص على شكل فسيفساء خضراء كتميل إلى الصفراء على الأوراق، فسافسة خضراء إلى الصفراء على الأوراق الصغيرة كما كيبان لنا في الشكل الأول، يعني تبقع صفراء وكيبان لنا أيضا في الشكل الثاني، كيبان لكم تبقع صفراء. يعني من بين الأعراض الرئيسية الأخرى كان تشوه وانخفاض في حجم، الأوراق، وكان انخفاض في الحجم للأوراق. يأخذ هذا الأخير أحيانا مظهر أوراق السرخس أو تصبح في بعض الأحيان شبيهة بالخيوط ثم تتقلص إلى عروقها. يعني كما كيبان لنا في الشكل ثلاثة وجوج وثلاثة، كيبان لنا يعني الفي ديال الطماطم مكمشين، يبان لك مكمشين، يعني راه كاين فيروس. كما كيبان لنا أيضا الشكل الثاني، إذا بين الأعراض أيضا آفات بقع نخرية متكدسة بشكل أو بآخر تغطى أكثر أو أقل نصل عدد قليل من الأوراق، تصل هذه السويقات
كما كيبان لنا في الشكل السابع، يعني هذا هما الأعراض ديال السي ان في. الشكل الثامن يعني أعراض وصل، هذا العرض اللي كان في الشكل يعني وصل إلى مراحل متقدمة. وصل إلى مراحل متقدمة. إذا من النباتات التي وصلت إلى مرحلة الإزهار، بالإضافة لذلك كلما كانت الإصابة مبكرة زاد تأثير الفيروس المضخم للخلايا على السي إن في. تصاب نباتات الطماطم الصغيرة بسهولة أكبر بفيروس نمو وتطور المضيف. يعني السي إن في كيصيب المحاصيل الصغيرة اللي يلاه بدات في البلانتاسيون، راه كيصيبها بشكل واسع. يعني كما كيبان في الفروي، الأعراض ديالو في الفروي الطماطم أعراض باينين على شكل تفقعات. عندهم الأعراض ديالو الفروي الطماطم، إذن هما الأعراض ديال فيروس إن في على نبات الطماطم. قلنا أولا التبقع هو تشوه وانخفاض في حجم أوراق، إضافة إلى بقع نخلية متكدسة بشكل أو بآخر، إضافة إلى التقزم. يعني حتى التقزم هذا من أعراض ديال السي إن في. إذا ننتقلوا إلى طرق الحماية، كيفاش يعني نقدموا الحماية لهذا الفيروس إن في. خلافا للأمراض الفطرية، هناك أي طريقة السيطرة العلاجية مما يجعل من الممكن السيطرة على نوع الفعال الفيروسات خلال الثقافة، وعلى وجه الخصوص ضد خيار فيروس فسفساء. إذا حدثت الهجمات في المشتل أو أثناء الزراعة وتم اكتشافها مبكرا، خصكم ديروا كنترول باش تكتشفوها مبكرا. يعني فسيتم القضاء على النبات القليل التي ظهر عليها أعراض هذا الفيروس بسرعة. إذا خصكم ديروا الكنترول باش تلقاو هاد الفيروس إن في وتحيدوا لي بلانتس اللي تقاسو. إذا القضاء على النباتات الفيروسية في بداية الوباء يمكن أن يساعد بشكل عام في إبطائه وتأمنه. يعني إلا لقيتو جوج شجرات ولا ثلاثة شجرات، من الأحسن تحيدوهم باش ما يكونش واحد الإنتشار وهذا الانتشار ديال هذا الفيروس. إذا الأعراض مكتبانش على أسبوعين منذ إصابة النباتات، يعني فترة الحضانة كتبان في فترة الحضانة بدون أعراض ظاهرة، قد تفلت من ملاحظاتك وتشكل مصدر للفيروس. إذا من بين الحشرات اللي كتنتشر هذا فيروس إن في اللي هو البيسرون، لمن هو المسؤول عن نقل هذا الفيروس إلى نباتات الطماطم؟ يعني كتنقل الفيروس أثناء اللدغات القصيرة على الأوراق. إذن إلا لقيتو البيسرون في نباتات الطماطم كتحاولوا يعني تداويو البيسرون، هذا هو الناقل الوحيد لفيروس إن في. وأيضا من بين طرق الحماية
حماية المشاتل والنباتات الصغيرة، يعني كديروا واحد لالوت ميكانيك. وكديروا يعني استخدام مصايد صفراء، كدير لانسولاسيون دي بيج جون باش ولا بيج جون ولا لي بيج زرقين، باش تقوم بواحد الصياد ديال الحشرات ديال البيسرون بين طرق ايضا ازالة الاعشاب الضارة. ديروا الجرباش، حاولوا ديروا واحد الجرباش، نقيو يعني السير من الاعشاب الضارة. إذن هذو هما الأعراض ديال هذو هما الطرق الحماية ضد فيروس إنفي. نحاولوا يعني نقضيو على الحشرة اللي ناقلة لفيروس إنفي، اللي هي البيسرون. إذن إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر لايك، وانتظرونا في درس جديد اللي غادي نهضروا عليه على فيروس جديد يصيب نباتات الطماطم. إذن ما تنساوش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو. شكرا لكم.